شيء نشكر أسرة قدروا منهم وليدهم من صوفيان اللي نظم هذه الحفلة هذايا اللي راح يبين الملاكمين الجزائريين اللي رايحين يتقدموا في السباق إن شاء الله في بطولات عالمية كما رايحين يديروا بعد شي بلدان. في الملاكمة المحترفة اللي رايحين نقدموا هنايا هذه راح نديروا بطولة باش نزيدوا نفاغي اوسي لو بروفيسيوناليزم هنايا او نيفو دو لالجيري ونعطيو نظرة اللي كاين الاحتراف كاين هنايا وعندنا بعض الملاكمين اللي يلزم لهم يتبعوهم الحكومة تتبعهم هكذا باش ينجموا يجيبوا لنا بطولات افريقية انتر كونتيننتال اي بوركوا با موديل كيما دارا اخ ولد مخلوفي شري لوسيف حماني والمرحوم شريف حامية قاماتي. هل تشوف هذه الدورات تساهم في ربط بين الجيل الاول للملاكمة للفريق الوطني والجيل الجديد ربط بيناتهم؟ دوقتك احنا عندنا الملاكمين تاع دوقتك راهم ملزوم عليهم ينقلوا على الملاكمين السابقين خاطر هي السابقين كانت كلهم كمدرسة وينجموا يتعلموا باش بنظرة العين واش عملوا اللي سبقوهم. هاي كيفاش ملاكمة رياضية معروفة وملاكمة هي اللي جابت البطولة الميداليات في كل ما درنا دي كومبيتيسيون هي اللي جابت لي ميداي بارابور وزوتر ديسيبلين. دونك يلزمنا ما تنحقرش ما يلزمناش تنحقر يلزمنا يعطيو لها الوسائل اللازمة باش يزيدوا يرفعوا لها قيمتها. Thank you.